تبارك الله إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. المجد لك يا إلهنا ورجاءنا، المجد لك أيها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان المالئ الكل كنز الصالحات ورازق الحياة. هلما واسكن فينا وطهرنا من كل دنس وخلص أيها الصالح نفوسنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب في خطايانا، يا سيد تجاوز عن سيئاتنا، يا قدوس اطلع واشفي أمراضنا من أجل اسمك يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. المجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهري أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. يا رب ارحم، 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 يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. هلم نسجد ونركع لملكنا وإلهنا، هلم نسجد ونركع المسيح ملكنا وإلهنا، هلم نسجد ونركع المسيح هذا هو ملكنا وإلهنا. ليستجب لك رب في يوم الحزن، ينصرك اسم إله يعقوب، ويرسل لك عونا من القدس يعضدك من صهيون، ليذكر كل ذبائحك استثمن محرقاتك، ليعطيك الرب على حسب قلبك ويتمم بغيتك كلها. فنتهلل بخلاصك وباسم الرب إلهنا نتعظم، ويتمم الرب جميع طلباتك. الآن علمت أن الرب قد خلص مسيحه، استجاب له من سماء قدسه. الخلاص إنما يتم بباس يمينه، هؤلاء بالعجلات وهؤلاء بالخيل. أما نحن فباسم الرب إلهنا ندعو، هم تعرقلوا وسقطوا، أما نحن فقمنا وانتصبنا. يا رب خلص الملك واستجب لنا في أي يوم ندعوك. يا رب بقوتك يفرح الملك وبخلاصك يبتهج جدا، مشتاق قلبه أعطيته، ملتمس شفتيه لم تعدم، لأنك أدركته ببركات الخير، وضعت على رأسه إكليلا من حجر كريم، حياة سألك فأعطيته طول الأيام إلى أبد الأبدين. مجده بخلاصك عظيم، مجدا وجلالا تلقي عليه، لأنك تعطيه بركة إلى جيل فجيل، تبهجه بالسرور أمام وجهك، لأن الملك يتوكل على الرب وبرحمة العلي لا يتجازع. لتغفر يدك بجميع أعدائك، تغفر يمينك بجميع مبغضيك، تجعلهم كالحطب في تنور نار حين تجلى وجهك. الرب يزعجهم بغضبه فتأكلهم النار، وتريد من الأرض ثمرهم ونسلهم من بين بني البشر، لأنهم عزموا عليك بالشر وقاموا بمؤامرات لم يستطيعوا تنفيذها، لأنك تردهم على أعقابهم. أما البقوم فتهيأ لهم قصاصا أيضا. ارتفع يا رب قوتك، نسبح ونرى تلازتك. مجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. مجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب في خطايانا، يا سيد تجاوز عن سيئاتنا، يا قدوس اطلع واشفي أمراضنا. مجد اسمك يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. مجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهري أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك، وامنح ملوكنا المؤمنين الغلبة على البربة، واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين به. المجد للآب والابن والروح القدس. امنح رأفتك لرعيتك الجديدة المنسوبة إليك أيها المسيح الإله، يا من ارتفع على الصليب طوعا وسر مبهجا بقدرتك ملوكنا المؤمنين.
لأن حنيا غلبت على الأعداء وأن تكون لها مؤازرتك سلاح سلم ورأيك بطرا لا تقل. الآن وكل أوان والد أهل الدهر النميم. يا تشرفيعة الرهيبة غير الخائبة يا والدة الإله الجلية التسبيح. لا طارد يا صالح عن طلباتنا بل وتنسيرة القوم الرأي. وخلص الذين أمرت أن يتملكوا. وحيهم الغلبة من السماء. وأنك ولدت الآية المباركة وحدك. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك نطلب إليك فاستجب وارحم. ليسون. وأيضا نطلب من أجل جميع المسيحيين الحسنين العبادة الأرثوذكسيين. ارحم يا رب. وأيضا نطلب من أجل أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس ورئيس كهنتنا خريستوفروس. ليسون. لأنك إله رحيم محب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أمين. بسم رب بارك يا رب القديس. المجد للثالوث القدوس المتساوي في الجوهر المحيي غير المنقسم كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبحتك. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبحتك. يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني؟ كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي لا خلاص له بإلهه. أما أنت يا رب فناصري ومجدي ورافع رأسي، بصوتي إلى الرب صرخت فأجابني من جبل قدسه. أنا رقدت ونمت ثم قمت لأن الرب ينصرني، فلا أخاف من ربوات الشعوب المحيطين بي المتآزرين علي. قم يا رب خلصني يا إلهي، لأنك ضربت كل الذين يعادونني باطلا. أسنان الخطأ سحقت للرب الخلاص وعلى شعبك بركتك. أنا رقدت ونمت ثم قمت لأن الرب ينصرني. يا رب لا توبخني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك، فإن سهامك قد انغرست في يوم كنت علي يدك. ليس لجسدي شفاء من وجه سخطك ولا سلامة لعظامي من وجه خطاياك، لأن آثامي قد تعالت فوق رأسي مثل حمل ثقيل قد ثقلت علي. قد أنتن جراحاتي وقاحت من قبل جهالتي، شقيت وانحنيت للانقضاء واليوم كله مشيت عابسا، لأن متني قد امتلأ مهازئ وليس لجسدي شفاء. سقيت واتضعت جدا وكنت أن من تنهد قلبي. يا رب إن شهوتي كلها أمامك وتنهدي غير خفي عليك. قد اضطرب قلبي وفارقتني قوتي حتى نور عيني لم يبقى معي. أصدقائي وأقربائي دنوا مني وقفوا مقابلي، وجنسي وقف مني بعيدا، وأجهدني الذين يطلبون نفسي والملتمسون لي الشر تكلموا بالباطل وغشوشا طول النهار درسوا. أما أنا فكأصم لا يسمع وكأخرس لا يفتح فاه، وصرت مثل إنسان لا يسمع وليس في فمه تبكيت. لأني عليك يا رب توكلت وأنت تستجيب لي يا ربي وإلهي، لأني قلت لا يشمت بي أعدائي وعندما زلت قدماي عظم علي الكلام. لأني أنا للضرب مستعد وجاعي مقابلي في كل حين، لأني أنا أخبر بإثمي واهتم من أجل خطيئتي. أما أعدائي فأحياء هم أشد مني، قد كثر الذين يبغضونني ظلما، الذين أجازوني عن الخير بالشر افتروا علي لاتباع الصلاة. فلا تهمني يا ربي وإلهي ولا تتبعد عني، التفت إلى معونتي يا رب خلاصي. فلا تهمني يا ربي وإلهي ولا تتبعد عني، التفت إلى معونتي يا رب خلاصي. يا الله إلهي إليك أبكر، عطشت إليك نفسي يشتاق إليك جسدي. في أرض قفر غير مسلوكة لا ماء فيها، هكذا ظهرت لك في القدس لعين قوتك ومجدك. لأن رحمتك أفضل من الحياة وشفتي تسبحانك، كذلك أباركك في حياتي وباسمك أرفع يدي، فتمتلئ نفسي كما من شحم ودسم وشفاء الابتهاج وسبحك فمي. ذكرتك على فراشي أهذ بك في الأسحار، لأنك صرت لي عونا وبذلي جناحيك أبتهج. تسقط نفسي وراك وإياي عضدت يمينك. أما الذين يطلبون نفسي باطلا فيدخلون في أسافل الأرض ويدفعون إلى أيدي السيوف ويكونون عاصبة للثعالب. أما الملك فيسر بالله ويمتدح كل من يحلف به، لأنه قد سدت أفواه المتكلمين بالظلم. أهذ بك في الأسحار لأنك صرت لي عونا وبذلي جناحيك أبتهج. تسقط نفسي وراءك وإياي عضدت يمينك.
المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. هللويا 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 المجد لك يا الله. هللويا 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 المجد لك يا الله. هللويا 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 المجد لك يا الله. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. يا رب إلى خلاص في النهار والليل صرخت أمامك فلتدخل قدامك صلاتي أمل أذنك إلى طلبتي. فقد امتلأت من الشرور نفسي ودنت من الجحيم حياتي. حسبت مع المنحدرين في الجب صرت مثل إنسان ليس له معين بين الأموات حرا مثل جرح الراقدين في القبور الذين لم تذكرهم بعد وهم من يدك مقصون. جعلوني في جبي أسفل السافلين في ظلمات وظلال الموت. علي اشتد غضبك وجميع أحوالك أجزتها علي. أبعدت عني معارفي جعلوني رذالة لهم. فقد أسلمت وما خرجت عيناي ضعفتا من المسكنة. صرخت إليك يا رب طول النهار مددت نحوك يدي. أفلعلك للأموات تصنع العجائب؟ أم الأطباء يقيمونهم فيعترفون لك؟ هل يخبر أحد في القبر برحمتك وبحقك في الهلاك؟ هل تعرف الظلمة عجائبك وعدلك في الأرض المنسية؟ وأنا إليك يا رب صرخت فلتبلغك في الغداة صلاتي. لماذا يا رب تقصي نفسي وتصرف وجهك عني؟ فقير أنا وفي الشقاء منذ شبابي ولما ارتفعت اتضعت وتحيرت. علي جاز سخطك ومفزعتك أزعجتني. أحاطت بي كالمياه النهار كله اكتنفتني بجملتها. بعدت عني الصديق والقريب ومعارفي من أجل الشقاء. يا رب إلى خلاصي في النهار والليل صرخت أمامك فلتدخل قدامك صلاتي أمل أذنك إلى طلبتي. باركي يا نفسي يا رب ويا جميع ما في باطن اسمه القدوس. باركي يا نفسي يا رب ولا تنسي جميع مكافاته. هو الذي يغفر جميع ذنوبك الذي يشفي كل أمراضك الذي ينجي من البلا حياتك الذي يكللك بالرحمة والرأفة الذي يشبع بالخيرات مشتهياتك فيتجدد كالنسي شبابك. الرب صانع الرحمات والقضاء لجميع المظلومين. عرف موسى طرق بني إسرائيل مشيئاته. الرب رحيم ورؤوف طويل الأناة وكثير الرحمة ليس إلى الانقضاء يسقط ولا إلى الدهر يحقد. لا على حسب أثامنا عملنا ولا على حسب خطايانا جزانا لأنه بمقدار ارتفاع السماء عن الأرض قوى الرب رحمته على خائفي. كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا سيئاتنا. كما يرأف الأب بالبنين يرأف الرب بخائفي لأنه عرف جبلتنا وذكر أننا تراب نحن. الإنسان أيامه كالعشب كزهر الحقل كذلك يزهر لأنه إذا هبت عليه الريح بات بلا وجود ولا يعرف موضعه من بعد. أما رحمة الرب فهي من الدهر ولا الدهر على خائفي. وعدلوا على أبناء البنين الحافظين عهده والذاكرين وصياه ليعملوا بها. الرب في السماء هي عرش مملكة تسود على الجميع. باركوا رب يا جميع ملائكة المقتدرين بالقوة العاملين بقول عند سماع صوت كلامه. باركوا رب يا جميع قواتي ويا خدام العاملين إرادته. باركوا رب يا جميع أعمالي في كل موضع سيادتي. باركي يا نفسي يا رب في كل موضع سيادتي. باركي يا نفسي يا رب. يا رب استمع إلى صلاتي وانصت بحقك إلى طلبتي. استجب لي بعدلك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك لأنه لن يتزكى قدامك حي. لأن العدو قد اضطهد نفسي وأذل للأرض حياتي وأجلسني في الظلمة مثل موت الدهر وأجرى علي روحي واضطرب في قلبي. ذكرت الأيام القديمة وهذت في كل أعمالك وتأملت في صنع يديك وسطت يدي إليك نفسي أمامك كأرض مشتمة. أسرع فاستجب لي يا رب فقد فنيت روحي. لا تصرف وجهك عني فشاب الهابطين في الجب. جعلني في الغداة مستمع لرحمتك فإني عليك توكلت. عرفني يا رب الطريق التي أسلك فيها لأني إليك رفعت نفسي. قضي من أعدائي يا رب لأني لجأت إليك. علمني أن أعمل رضاك لأنك أنت هو إلهي. روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة من أجل اسمك يا رب تحييني. بعدلك تخرج من الضيق نفسي ورحمتك تستأصل أعدائي وتهلك كل الذين يحزنون نفسي لأني عبدك. استجب لي بعدلك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك. استجب لي بعدلك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك. روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. هللويا 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 المجد لك يا الله. هللويا 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 المجد لك يا الله. هللويا 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 المجد لك يا الله. يا إلهنا ورجاءنا لك المجد.
بسلام إلى ربنا نطلب يا ليسون. من أجل السلام من العلا وخلاص نفوسنا إلى ربنا نطلب يا ليسون. من أجل سلام كل العالم وحسن ثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى ربنا نطلب يا ليسون. من أجل هذا الدير المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى ربنا نطلب يا ليسون. من أجل المسيحيين الحسني العبادة الأرثوذكسية إلى الرب نطلب يا ليسون. من أجل أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس ورئيس كهنتنا خريستوفروس والكهنة المكرمين والشمامس الخدام في المسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب يا ليسون. من أجل ملوكنا الحسني العبادة المحفوظين من الله وكل بلاطهم وجنودهم ومؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب يا ليسون. من أجل هذا الدير المقدس وهذه المدينة جميع المدن والقرى والأديرة والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب يا ليسون. من أجل اعتدال الأهوية وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلام إلى الرب نطلب يا ليسون. من أجل المسافرين في البحر والبر والجو والمرضى والمتألمين والأسرى والمغتربين وخلاصهم إلى الرب نطلب يا ليسون. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب يا ليسون. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا ليسون. بعد ذكرنا كلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة إلى دائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا كل حياتنا المسيح لإله لك يا رب، لأنه ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. الله الرب ظهر لنا مبارك الآتي باسم الرب. اعترفوا للرب وادعوا باسم القدوس. الله الرب ظهر لنا مبارك الآتي باسم الرب. كل الأمم أحاطت بي وباسم الرب قهرتها. الله الرب ظهر لنا مبارك الآتي باسم الرب. قبل الرب كانت هذه وهي عجيبة في أعيننا. الله الرب ظهر لنا مبارك الآتي باسم الرب. إن غير المتجسد لما أخذ في معرفته ما أمر به سريا حضر مسرعا نحو بيت يوسف قائلا للتي لم تعرف زواجا إن الذي بانحداره طأطأ السماوات يوسع بجملته فيك خلوا من استحالة الذي إذ أشاهده في حشاك آخذا صورة عبد أنذهل صارخا نحوك افرحي يا عروسة لا عروس لها. بمجيء الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين أمين. إن غير المتجسد لما أخذ في معرفته ما أمر به سريا حضر مسريا نحو بيت يوسف قائلا للتي لم تعرف زواجا إن الذي بانحداره طاء
تطأ السماوات، يوسع بجملته فيك خلوا من استحالة. الذي ذو شاهده في حشاك آخذا صورة عبد أنذهل صارخا نحوك. افرحي يا عروسة لا عروس لها. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. أعطد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. بعد ذكرنا كلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا كل حياتنا المسيح الإله لك يا رب، لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. إن قائد الطغمات الغير الهيولية العظيم حضر إلى مدينة الناصرة يبشرك يا طاهرة بالرب ملك الدهور قائلا: السلام عليك يا مريم المباركة أيتها المعجزة التي لا تدرك ولا تفسر واستعادة جنس البشر. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. أمين. إن قائد الطغمات الغير الهيولية العظيم حضر إلى مدينة الناصرة يبشرك يا طاهرة بالرب ملك الدهور قائلا لك: السلام عليك يا مريم المباركة أيتها المعجزة التي لا تدرك ولا تفسر واستعادة جنس البشر. لقد هدف جبرائيل من السماء يحييك بالسلام يا نقية قائلا: إنك تحبلين في الحشا بالإله المولود قبل الدهور الذي بكلمة أنشأ الأقطار. فأجابت مريم العذراء تقول له: إني لم أعرف رجلا فكيف ألد ابنا، ومن ذا أبصر قط ولادة بلا زرع؟ ففسر له الملاك الإبهام قائلا: إن الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك. المجد للآب والابن والروح القدس. لقد هتف جبرائيل من السماء يحييك بالسلام يا نقية قائلا: إنك تحبلين في الحشا بالإله المولود قبل الدهور الذي بكلمة أنشأ الأقطار. فأجابت مريم العذراء تقول له: إني لم أعرف رجلا فكيف ألد ابنا، ومن ذا أبصر قط ولادة بلا زرع؟ ففسر له الملاك الإبهام قائلا: إن الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك. الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. أمين. لقد أرسل جبرائيل إلى العذراء النقية وبشرها بالفرح الذي لا يوصف قائلا لها: إنك تحبلين بلا زرع ولا يعروك فساد، فإنك تلدين ابنا هو المولود قبل الدهور فيخلص شعبه من خطاياهم. والشاهد هو الذي أرسلني لأهتف نحوك قائلا: السلام عليك يا مباركة، إنك تلدين وأنت عذراء وتلبثين بعد الولادة أيضا عذراء. ارحمني يا الله بحسب عظيم رحمتك وبحسب كثرة رأفتك، امحو مآثمي، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف بإثمي وخطيئتي أمامي في كل حين. إليك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتسكو في قضائك. ها أنا ذا بالأثام حبل بي وبالخطايا ولدتني أمي، لأنك قد أحببت الحق وأوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها. تنضحني بالزوفة فأطهر، وتغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني بهجة وسرورا فتبتهج عظام الذليلة. أعرض بوجهك عن خطاياي وامحو كل مآثمي. قلبا نقيا اخلق في يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من أمام وجهك، وروحك القدوس لا تنزع مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي نعضدني، فعلم الأثمة طرقك والكفر إليك يرجعون. نجني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحتك،
لأنك لو أردت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منسحق، القلب المتخشع المتواضع لا يرذله الله. أصلح يا رب بمسرتك صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبيحة العدل قربانا ومحرقات، حينئذ يقربون على مذبحك العجول. أفتح فمي فيمتلئ روحا، وأبدي قولا فائضا نحو الأم الملكة، وأظهر عيدا للموسم ابتهاجا، وأترنم بعجائبها مسرورا. أفتح فمي فيمتلئ روحا، وأبدي قولا فائضا نحو الأم الملكة، وأظهر معيدا للموسم بابتهاج، وأترنم بعجائبها مسرورا. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا، لما شاهدك رئيس الملائكة العظيم يا نقية كتابا للمسيح حيا مكتوما بالروح، هتف نحوك قائلا: افرح يا مسكن الفرح والسرور، يا من بها تنحل لعنة الأم الأولى. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا، افرحي أيتها العذراء عروس الله يا إصلاح آدم وتقويمه. افرحي يا من أماتت الجحيم، افرحي يا بريئة من كل عيب، افرحي يا بلاطا للملك الوحيد، افرحي يا عرشا ناريا للضابط الكل. المجد للآب والابن والروح القدس. السلام عليك يا من وحدها أفرعت الوردة العارمة الذبول، افرحي يا من ولدت التفاحة الزكية العرف لمشام ملك الكل. افرحي يا من لم تعرف زواجا، السلام عليك يا خلاص العالم، الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين آمين. افرحي يا ذخيرة النقاوة، افرحي يا من بها نهضنا من سقطتنا. افرحي أيتها السيدة يا سوسنا لذيذ التنسم، معطرا المؤمنين وبخورا ذكي الرائحة وطيبا جزيل الثمن. يا والدة الإله، بما أنك الينبوع الحي المتدفق بسخاء، وطدينا نحن المنشدين تسابيحك الملتئمين محفلا روحيا، وفي مجدك الإلهي أهلينا لأكاليل المجد والشرف. يا والدة الإله، بما أنك الينبوع الحي المتدفق بسخاء، وطدينا نحن المنشدين تسابيحك الملتئمين محفلا روحيا، وفي مجدك الإلهي أهلينا لأكاليل المجد والشرف. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا، افرحي أيتها السيدة يا من أفرعت السنبلة الإلهية بوضوح كحقلة غير مفلوحة، افرحي أيتها المائدة المتنفسة التي وسعت خبز الحياة، افرحي يا ينبوع الماء الحي الذي لا يفرغ. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا، السلام عليك أيتها الفتاة التي ولدت للمؤمنين، الفتاة البريئة من العيوب، افرحي أيتها النعجة التي حملت حمل الله الرافع خطايا العالم بأسره، افرحي اغتفارا حارا. المجد للآب والابن والروح القدس. افرحي يا صبحا منيرا يا من وحدها جلبت لنا المسيح الشمس، السلام عليك يا مسكن الضوء، افرحي يا مزيلة الظلام وماحقة انقتام الشياطين المدلهم بالكلية، الآن وكل وان ولا دهر الداهرين أمين. افرحي أيتها الباب وحدك الذي فيه اجتاز كلمة الله وحده، افرح يا من سحقت بمولدها أبواب الجحيم وأمخاله، افرح يا دخول المخلصين الإلهي، السلام عليك أيتها السيدة ذات كل تسبيح. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. كيريا يا يسوع، أعوذ وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب. بعد ذكرنا كلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والفلادة البتولية مريم مع جميع القديسين، لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا كل حياتنا المسيح الإله لك يا رب، لأنك أنت هو إلهنا وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. إن رئيس أجناد الملائكة الغير الهيولية العظيم قد انتصب في مدينة الناصرة، وبشرك يا كلية الطهارة بالرب ملك الدهور قائلا: افرح يا مريم المباركة العمق الذي لا يدرك ولا يفسر وإعادة الأنام. المجد للآب والابن والروح القدس. افرح يا مريم المباركة العمق الذي لا يدرك ولا يفسر وإعادة الأنام، الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين آمين.
إن رئيس أجناد الملائكة الغير الهيولية العظيم قد انتصب في مدينة الناصرة وبشرك يا كلية الطهارة بالرب ملك الدهور قائلاً: افرحي يا مريم المباركة، العمق الذي لا يدرك ولا يفسر، وإعادة الأنام. إن يسوع الفائق التأله الجالس بمجد على سدة اللاهوت قد ورد على سحابة خفيفة وخلص بقبضته غير الفاسدة الصارخين نحوه: المجد لقدرتك أيها المسيح، أيتها الفائق قدسها، والدة الإله خلصينا. نهتف إليك بأصوات النشائد بإيمان يا ذات كل تسبيح قائلين: السلام عليك يا جبلا سمينا مجبلا بالروح. افرحي أيتها المنارة، افرحي أيتها المنارة والجرة الحاملة المن المحلي حواس الحسني العبادة. أيتها الفائق قدسها، والدة الإله خلصينا. السلام عليك أيتها السيدة الطاهرة يا اختفار العالم. افرحي أيتها السلم المصعد الكل بالنعمة من الأرض إلى السماء. افرحي يا جسرا ناقلا بالحقيقة من الموت إلى الحياة جميع الذين يسبحونك. أيتها الفائق قدسها، والدة الإله خلصينا. افرحي أيتها الطاهرة يا من هي أرفع سموا من السماوات. افرحي يا من حملت في أحشائها أساس الأرض من غير مشقة. سلام عليك يا حلزونة قد صبغت من دمائها برفيرة إلهية لملك القوات. المجد للآب والابن والروح القدس. سلام عليك أيتها السيدة التي ولدت واضع الناموس الذي يمحو أثام الكل مجانا. افرحي يا عمقا لا يدرك وعلوا لا يوصف. افرحي يا من لم تعرف زواجا التي بها تألهنا الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. أيتها البتول إياك نسبح يا من ظفرت للعالم الإكليل الذي لم تطفره يد هاتفين نحوك. افرحي يا حصنا وسورا وثباتا وملجأ شريفا للجميع. أيتها البتول التي لم تعرف زواجا، إن البرايا بأسرها قد انذهلت من مجدك الإلهي، لأنك حملت في حشاك إله الكل وولدت الإبن غير المحدود في زمن ومنحت الخلاص لكل الذين يسبحونك. أيتها الفائق قدسها، والدة الإله خلصينا. افرحي أيتها البريئة من كل عيب يا من ولدت طريق الحياة وخلصت العالم من طوفان الخطيئة. السلام عليك يا عروس الله، افرحي يا سماعا رهيبا وخطابا مخوفا. السلام عليك يا منزلا لسيد الخليقة. أيتها الفائق قدسها، والدة الإله خلصينا. السلام عليك أيتها الطاهرة يا قوة البشر وثباتهم والمكان المقدس للمجد وإماتة الجحيم والخضرة الكلية الضياء. افرح يا فرح الملائكة. السلام عليك يا معونة الطالبين إليك بإيمان. أيتها الفائق قدسها، والدة الإله خلصينا. افرح يا أيتها السيدة المركبة ذات الصورة النارية للكلمة، يا فردوسا حيا حاويا في وسطه الرب عود الحياة الذي حلاوته تحيي الساقطين في الفساد إذا تناولوا منه بإيمان. المجد للآب والابن والروح القدس. نحن الذين تأيدنا بقوتك نهتف إليك بإيمان قائلين: افرح يا مدينة ملك الكل التي فيها قيلة المدائح الواجب سماعها بوضوح. أيتها الجبل غير المنقطع، السلام عليك يا عمقا لا قرار له أصلا، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. السلام عليك أيتها الطاهرة المسكن والرحب الذي للكلمة والصدفة التي أبرزت اللؤلؤ الإلهية. افرح يا والدة الإله الأعجوبة الكلية التي صالحت مع الله كل الذين يغبطونها دائما. هلموا أيها المتأله العقول لنصفق بالأيدي مقيمين هذا العيد الإلهي الكلي الإكرام الذي لوالدة الإله ونمجد الإله الذي ولد منها. هلموا أيها المتأله العقول لنصفق بالأيدي مقيمين هذا العيد الإلهي الكلي الإكرام الذي لوالدة الإله ونمجد الإله الذي ولد منها. أيتها الفائق قدسها، والدة الإله خلصينا. افرح يا خضرا للكلمة بريئا من الدنس وعلة تأله الكل يا كلية الطهارة وكرز الأنبياء. السلام عليك يا جمال الرسل وزينتهم. أيتها الفائق قدسها، والدة الإله خلصينا. لقد قطر منك الندى الذي أخمد لهيب كثرة الآلهة، لذلك نهتف إليك قائلين: افرحي أيتها البتول الجزة المنداة التي سبق جدعون فعينها قديما.
المجد للآب والابن والروح القدس، ها إننا نهتف نحوك بالسلام، فكوني لنا ميناء وملجأ نحن الغارقين في بحر الأحزان وشكوك المحارب ومعاثرها بأسرها، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أمين. يا علة الفرح أنعمي على فكرنا لنصرخ إليك، افرحي أيتها العوسجة غير المحترقة والسحاب الكلية الضياء التي تضلل المؤمنين دائما. يا قدسي الله تشفعوا بنا. إن الشهداء عند مجاهدتهم واندراجهم على الأرض كأحجار منتخبة قوضوا كل بنيان العدو بالكلية وحصلوا هياكل الإله الحي. يا قدسي الله تشفعوا بنا. أيها الشهداء، يا من أكملتم الجهاد الحسن، نتوسل إليكم أن تؤيدونا لكي نجيز منهج الصيام جيدا لامعين ومتلألئين بإكمال الفضائل، نفوسهم في الخيرات تحل. أيها السيد الفائق الصلاح، اجعل عبيدك الذين انتقلوا إليك من الأرض أن يساهموا ملكوتك بتوسط شهدائك الإلهيين يا جزيل الرحمة. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا. يا ذات كل مديح وحدك، توسلي إلى الكلمة الكلي القدس أن يمنح لمسبحيك بإيمان وفران الخطايا وتقسيم المواهب الإلهية يا أما وبتولا معا. يا قدسي الله تشفعوا بنا. إذ نحن مكملون تذكار الشهداء نرسل التسابيح اليوم للرب مسرورين سرورا إلهيا. يا قدسي الله تشفعوا بنا. أيها المجاهدون، لم ترهبوا السيوف ولا النار، ولكنكم تأيدتم بالإيمان فأذهلتم به المختصبين. المجد للآب والابن والروح القدس. بتثليث الوجوه أسبحك، وبتوحيد الجوهر أسجد لك أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أمين. أيتها البتول، لقد حصلت مديح الملائكة والبشر لأنك ولدت المسيح مخلص نفوسنا. عجيب هو الله في قدسيه. يا مجاهدي المسيح الإله المجيدين، لقد استبدلتم الحياة بالموت فقد ترتقضون بسكناكم السماوات، نفوسهم في الخيرات تعمر. أيها المسيح، يا من تسود على الحياة والموت، نيح مع قدسيك جميع المنتقلين من هذا العمر بإيمان. يا رب، لقد أنقذت النبي من الحوت، فاصعد وإياي من عمق الخطايا وخلصني. أيضا وأيضا سلام إلى الرب نطلب، أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمته يا رب ارحم. بعد ذكرنا كلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله دائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا كل حياتنا المسيح الإله، لأنك أنت ملك السلام ومخلص نفوسنا أيها الأب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. إني أنا مدينتك يا والدة الإله، أكتب لك رايات الغلب يا جندية محامية، قدم لك الشكر كمنقذة من الشدائد، لكن بما أن لك العزة التي لا تحارب، أعتقيني من صنوف الشدائد حتى أصرخ إليك، افرحي يا عروسة لا عروس لها. افرحي يا عروسة لا عروس لها. إن المتقدم في الملائكة أرسل من السماء ليقول لوالدة الإله افرحي، فلما عينك متجسدا يا رب مع الصوت غير المتجسد، انذهل وانتصب صارخا نحوها هكذا. افرح يا من بها أشرق السرور، افرح يا من بها اضمحلت اللعنة، افرح يا استعادة آدم الساقط، افرح يا نجاة حواء من البكاء والنحيب، افرح يا علوا يتعذر على الأفكار البشرية الارتقاء إليه، افرح يا عمقا يتعذر على أبصار نفس الملائكة النظر إليه، افرح لأنك تصيرين للملك عرشا، افرح لأنك تحملين الضابط الكل، افرح يا كوكبا أظهر الشمس، افرح يا بطن التجسد الإلهي، افرح يا من بها تجددت الخليقة، افرح يا من بها صار الخالق طفلا، افرح يا عروسا لا عروس لها. افرح يا عروسا لا عروس لها. في هذا اليوم 22 من شهر أذار نحيي تذكار القديس الشهيد في الكهنة باسيليوس أنقرة، والشهيدة دروسس الأنطاكية، والشهيدة دروسس الرومية، والعذار الخمس اللواتي معها،
وشهيدتين كلينيكا وبسيليسا، والجديد في الشهداء أفسيميوس القسطنطيني وأبينا الجليل بولس أسقف ناربون، والبارة لي الأرملة وأبينا الجليل ديوغرات يا أسقف قرطاجة. كما في هذا النهار الذي هو السبت من السبة الخامسة من الصوم نعيد لتسبيح سيدتنا الفائقة القداسة والدة الإله الدائمة البتولية مريم الذي لا يجب الجلوس فيه. إن المدينة تسبح شاكرة بتسابيح ساهرة للمعاضدة التي لا تخفل في الحروب والناصرة القاهرة، فبشفاعات أمك المناضلة التي لا تحارب أيها المسيح الإله أنقذنا من جميع المصائب المحيقة بنا وارحمنا بما أنك محب للبشر وحدك. إن الفتية المتألهي العقول لم يعبدوا الخليقة دون الخالق، بل وطئوا وعيد النار بشجاعة فرتلوا فرحين. أيها الفائق التسبيح مبارك أنت يا إله أبائنا. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا، نهتف نحوك بالتسابيح قائلين: افرح يا مركبة للشمس العقلية، يا كرمة حقيقية قد أينعت العنقود البالغ الخاطر الخمر المفرحة نفوس الذين يمجدونك بإيمان. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا، افرح يا عروس الله، يا من ولدت شافي البشر، افرحي أيتها العصا السرية المفرعة، الزهرة التي لا تذبل، افرحي أيتها السيدة التي بها نمتلئ فرحا ونرث الحياة. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا، أيتها السيدة، إن ألسنة الخطباء الفصيحة تقصر عجزا عن التحدث في تسابيحي، لأنك سموت على السيرافيم بمولدك المسيح الملك، فإليه ابتهلي أن ينقذ الآن من كل مضرة الساجدين لك بإيمان. المجد للآب والابن والروح القدس. أيتها النقية، إن الأقطار تمدحك مغبطة إياك وصارخة نحوك، افرحي أيتها الدرج الذي فيه رقمت الكلمة بإصبع الآب، فإليه ابتهلي يا والدة الإله أن يكتب عبيدك في كتاب الحياة الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، أمين. يا والدة الإله النقية، إننا نبتهل إليك نحن عبيدك، نحني ركبة قلبنا فأميلي أذنك وخلصينا، نحن الغارقين في بحر الأحزان، واحفظي مدينتك من جميع غوائل الأعداء. يا قدسي الله تشفعوا بنا. أيها المسيح الجزيل الرحمة، إن محفل شهدائك الإلهيين الكلي ضيائهم يتديرون الآن في نورك الذي لا يغيب، فبطلباتهم امنح الكل استنارة وغفران الخطايا. يا قدسي الله تشفعوا بنا. ما أبهى زمان الإمساك الذي منحتنا يا رب، فبما أنك صالح ترأف فيه على نفوسنا بوسائل القديسين المجاهدين الذين صبوا إلى ألامك الموقرة البهية نفوسهم في الخيرات تحل. أيها السيد، ادخل عبيدك الذين جاز اضطراب نوائب هذا العمر في ميناء الحياة ليهتفوا مع جميع المختارين: مبارك أنت يا إله أبائنا. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا، أيتها الدائمة البتولية، يا من ولدت معطي الناموس، ابتهلي إليه أن يمحو مآثم جميع الذين آثروا أن يجدوا في سعي الصيام الإلهي في هذا الوقت الحاضر. يا قدسي الله تشفعوا بنا. مبارك أنت يا إله أبائنا الذي أوضحت الشهداء المجاهدين من أجلك شجعانا. أيها الفائق الصبح والمتسامي المجد، يا قدسي الله تشفعوا بنا. مبارك أنت إلهنا الذي منحتنا المجاهدين شفاعا لنا نحوك. أيها الفائق الصبح والمتسامي المجد، المجد للآب والابن والروح القدس. مبارك أنت يا إلهنا الواحد بالطبع المعروف في ثلاثة وجوه. أيها الفائق الصبح والمتسامي المجد، الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين، أمين. مبارك أنت يا إلهنا، يا من ولدت بغير زرع وأوضحت التي ولدتك نقية. أيها الفائق الصبح والمتسامي المجد، إن الرب قد جعل قدسيه في الأرض عجبا. مبارك أنت يا إلهنا، يا من ألجمت الأسد وأطفأت النار لمجد قدسيك. أيها الفائق الصبح والمتسامي المجد، طوبى لمن اخترتهم وقبلتهم يا رب. مبارك أنت يا إلهنا الذي نقلت من الموت إلى حياة لا تحد الذين خدموك في العالم بإيمان. مبارك أنت إلهنا الناظر إلى الأعماق والجالس على الشيروبيم. أيها الفائق الصبح والمتسامي المجد.
إن مولد والدة الإله قد حفظ الفتية الأطهار في الأتون سالمين، إذ كان حينئذ مرسوما، وأما الآن فقد حصل مفعولا، وهو ينهض المسكونة بأسرها إلى الترتيل هاتفة: سبحوا الرب يا جميع أعماله، وزيدوه رفعة مدى الدهور. أيتها الفائق قدسها والدة إله خلصينا، أيتها النقية، لقد قبلت في حشاك الكلمة، وحملت الضابط الكل، وغذيت باللبن المغذي بإشارته كل المسكونة الذي نرتل له هاتفين: سبحوا الرب يا جميع أعماله، وزيدوه رفعة مدى الدهور. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا، أيتها البتول القديس البريئة من الفساد، إن موسى أدرك في العليقة سر مولدك العظيم، والفتية سبقوا فرسموا ذلك بأجل بيان بانتصابهم في وسط النار وعدم احتراقهم، لذلك نسبحك مدى الدهور. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا، أيتها الفتاة مسكن النور، إننا نحن الذين تعرينا بالخديعة قديما، قد تسربلنا بمولدك حلة عدم الفساد، والجالسين في ظلام السقطات قد أبصرنا النور، لذلك نسبحك مدى الدهور. المجد للآب والابن والروح القدس. أيتها البتول، إن الأموات بك تحيا، لأنك ولدت الحياة ذات الأقنوم، والعادمي التكلم بدءا يصيرون حسني النطق، والبرص يطهرون، والأمراض تطرد مقصاة، وزمرة الأرواح التي في الجو تغلب منهزمة بك يا خلاص البشر، الآن وكلوان ولا دهر الداهرين أمين. افرحي أيتها النقية الكلية البركات التي ولدت الخلاص للعالم، يا من بها ارتقينا من الأرض إلى العلاء، افرح يا سترا وثباتا وسورا وحصنا للمرتلين. سبحوا الرب يا جميع أعماله، وزيدوه رفعة مدى الدهور. يا قدسي الله تشفعوا بنا. إن العقول السماوية قد اشتد تعجبها من تقويمات شهداء القديسين، فبوسائلهم أظهر فينا أيها السيد الرؤوف عجائب مراحمك بسعة. يا قدسي الله تشفعوا بنا. يا مجاهدي الرب المستحقي التعجب، الذي واطئتم النار بالنداء الإلهي، أنقذونا من عقوبات النار بوسائلك الحارة عند السيد، نفوسهم في الخيرات تحل. أيها الكلمة الفائق الصلاح، أهل الذين نزحوا عنا بإيمان قويم للحياة السماوية، واللمعان المقدس بطلبات الشهداء الحسني الظفر. أيتها الفائق قدسها والدة إله خلصينا، أيها الرؤو بشفاعة والدتك والقديسين الشهداء ورسلك، أنر نفوسنا لنمجدك بابتهاج نفس إلى الأدهار. يا قدسي الله تشفعوا بنا. يا مصاف الشهداء القديسين، اذكروا الذين يسبحونكم بشوق، المعلين المسيح إلى الأدهار. يا قدسي الله تشفعوا بنا. إن الشهداء كانوا يعاقبون مضروبين بالسيوف، كانوا يفرحون مسبحين المسيح ومزيلين علوه إلى كل الأدهار. نبارك الآب والابن والروح القدس. إن الثالوث ينقسم بحال مستغرب، ويلبث إلها بغير انقسام، الذي نزيد علوه إلى كل الأدهار، الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين آمين. إن البتول ولد طفلا لأن الإله منها تأنس، فليسبحه كل جسد إلى الأدهار. عجيب هو الله في قدسيه. إن الشهداء حصلوا أعمدة للشجاعة، فاضحين سقطة الشيطان، مسبحين المسيح إلى الأدهار، نفوسهم في الخيرات تعمر. يا رب، أهل المتقلين إليك بإيمان ورجاء أن يستوطنوا في أحضان إبراهيم. نسبح ونبارك ونسجد للرب. سبحوا يا شعوب الصانع الخليقة، الذي ترعى منه الملائكة، وزيد علوه إلى جميع الأدهار. كل الأرضيين فليبتهجوا بالروح، حاملين المصابيح، وطبيعة العقليين غير الهيوليين فلتحتفل معا، معيدة لموسم أم الإله الشريف هاتفة. افرح يا والدة الإله النقية الدائمة البتولية والكلية الطوبة. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا، أيتها الفتاة أنقذينا من التجارب والسبي البربري ومن كل ضربة أخرى واردة إلينا، نحن البشر الخاطئين، لكي نصرخ إليك بالسلام، نحن المؤمنين الذين بك صرنا مشاركين الفرح السرمدي. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا، لقد ظهرت لنا أيتها النقية استنارة وثباتا، لذلك نهتف إليك قائلين: افرحي يا كوكبا لا يغرب، مدخلا إلى العالم الشمس العظيمة، السلام عليك يا من فتحت عدن المغلقة، افرحي يا عمودا ناريا مدخلا البشر إلى الحياة العلوية. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا، لننتصب بورع في بيت إلهنا، ونهتف قائلين:
السلام عليك يا سيدة العالم، السلام عليك يا مريم سيدتنا أجمعين. افرحي يا من هي وحدها جميلة في النساء وبريئة من العيب. السلام عليك يا إناء متقبلا فيه الطيب الذي لا يفرغ الذي انسكب عليك. المجد للآب والابن والروح القدس. السلام عليك أيتها الحمامة التي ولدت الرحيم. افرحي يا دائمة البتولية، يا فخر جميع الأبرار وإكليل المجاهدين. افرحي يا جمال كل الصديقين الإلهي. السلام عليك يا خلاصنا نحن المؤمنين الآن وكل وان ولا دهر الداهرين. أمين. أشفق اللهم على ميراثك وتغاضى الآن عن كل خطايانا، إذ عندك من يستعطفك إلى ذلك التي ولدتك على الأرض بغير زرع، لما شئت بعظيم رحمتك أن تتصور بالغريب أيها المسيح. يا قديسي الله تشفعوا بنا. إن الشهداء قد أشرقوا في العالم كشمس ونور، فأناروا كل الأرض بأشعة حسن العبادة وبمصابيح العجائب أبادد الهمام كثرة الآلهة، فبوسائلهم اللهم ارحمنا. يا قديسي الله تشفعوا بنا. يا جند الشهداء الذي لا ينغلب، أيدنا كافة لنجاهد حسنا ونكمل ميدان الصيام، لكيما إذا تممنا أفعال السيرة مرضية لله نصير شركاء الحياة مبتهجين، نفوسهم في الخيرات تحل. يا رب فليدرك صلاحك الذين انتقلوا منا بأمرك الرهيب، وتشملهم رحمتك وترشدهم إلى المساكن اللامعة بنور وجهك. أيتها الفائق قدس هاوات إله خلصينا، يا والدة الإله، إنك بصوت ملاك مرسل قد ولدت رسول رأي الآب بحال لا توصف، فاقبلي إذن أصواتنا نحن عبيدك التي نقربها في أوان هذا الصيام، وقدميها إلى الله كبخور. يا قديسي الله تشفعوا بنا. أيها الشعوب، بما أننا مكملون اليوم موسما مختصا بالشهداء، فلنرتكض مرتلين بتسابيح للمسيح واضع الجهاد المانح هؤلاء الظفر على الأعداء الذي بتسابيح نعظمه. يا قديسي الله تشفعوا بنا. أيها الشهداء الكلي المديح، لقد جردتم بالأظفار وقطعتم بالسيوف إربا، فانتظمتم بالمحبة مع المسيح، فلذلك بما أنكم مسرورون الآن في السماوات توسلوا من أجل الجميع. المجد للآب والابن والروح القدس. أسبحك باتحاد الجوهر أيها الثالوث الأزلي الشريف، عنصر الحياة الوحدانية الغير المتجزئة، الآب الغير المولود والابن الكلمة المولود والروح القدس هاتفا، خلصنا نحن المسبحين إياك الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. إن مولدك يفوق العقل يا أم الإله، لأن حبلك لم يكن من مشيئة رجل، وولدت ولادة بتولية، إذ كان مولدك إلها الذي نعظمه إياك نغبط. إن رب قد جعل قدسي في الأرض عجبا، هلما بنا أيها الشعوب لنتوج بالتسابيح الشهداء الجند الباسل لملك الكل وإلههم، لأنهم غلبوا مواكب الأبالس بإيضاح الذين نغبطهم ونعظم السيد. طوبى لمن اخترتهم وقبلتهم يا رب. أيها المسيح، لما تقيم جبلتك كلها لتدان، ارحم عبيدك المؤمنين الذين نقلتهم الآن، واصفى عن زلاتهم التي اشترموها في هذا العمر، ونيحهم مع قدسيك إلى الأدهار. يا أشع يرتكض لأن البتول قد حملت في أحشائها وولدت ابنا هو عمانوئيل، إلها وإنسانا معا الذي يسمى المشرق، فلنعظمه ونطوبك أيتها البتول. افتح فمي فيمتلئ روحا، وأبدي قولا فائضا نحو الأم المالكة، والدار معيدا للموسم بابتهاج، وترنم بعجائبها مسرورا. سدات اللاهوت قد ولد على سحابات خفيفة، وخلص بقبضته غير الفاسدة الصارخين نحوه. المجد لقدرتك أيها المسيح. أيتها البتول التي لم تعرف زواجا، إن البرايا بأسرها قد انذهلت من مجدك الإلهي، لأنك حملت في حشاك إله الكل، وولدت لابن غير المحدود في زمان،
ومنحت الخلاص لجميع الذين يسبحونك. هلموا أيها المتأله العقول لنصفق بالأيدي مقيمين هذا العيد الإلهي الكلي الإكرام الذي لوالدة الإله، ونمجد الإله الذي ولد منها. إن الفتية المتألهين وقول لم يعبدوا الخليقة دون الخالق، بل واطئوا عيد النار بشجاعة فرتلوا فارحين. أيها الفائق التسبيح مبارك أنت يا إله أبائنا، نسبح ونبارك ونجود للرب. إن مولد والدة الإله قد حفظ الفتية الأطهار في الأتون سالمين، إذ كان حينئذ مرسوما، وأما الآن فقد حصل مفعولا، فهو ينهض المسكونة بأسرها إلى الترتيل هاتفا. سبحوا الرب يا جميع أعمالي، وزيده رفعة مدى الدور. لوالدة الإله من نور بالتسابيح لنعظمها مكرمين. تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، يا من هي أكرم من الشيروبيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافيم، التي بغير فساد ولدت كلمة الله، وهي حقا والدة الإله. إياك نعظم له نظر إلى تواضع يا متيفة، منذ الآن تطوبني جميع الأجيال، يا من هي أكرم من الشيروبيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافيم، التي بغير فساد ولدت كريمة الله، ويا حقا والدة الإله إياك نعظم. قدير صنع بعظائم اسمه قدوس، ورحمة إلى جيل وجيل للذين يتقونه، يا من هي أكرم من الشيروبيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافيم، التي بغير فساد ولدت كلمة الله، ويا حقا والدة الإله إياك نعظم. وشتت المتكبرين بدين قلوبهم، يا من هي أكرم من الشيروبيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافيم، التي بغير فساد ولدت كلمة الله، ويا حقا والدة الإله إياك نعظم. حتى المقتدرين عن الكراسي ورفع المتواضعين من الجياع من الخيرات والأغنياء أرسلهم فارغين، يا من هي أكرم من الشيروبيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافيم، التي بغير فساد ولدت كلمة الله، ويا حقا والدة الإله إياك نعظم. يا إسرائيل عبده ليذكر رحمته كما قال لأبائنا إبراهيم ولنسله إلى الأبد، يا من هي أكرم من الشيروبيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافيم، التي بغير فساد ولدت كلمة الله، ويا حقا والدة الإله إياك نعظم. كل الأرضين فليبتهجوا بالروح حاملين المصابيح، وطبيعة العقلين غير الهيولين فلتحتفل معا، معيدة لموسم أم الإله الشريف وهاتفا. افرحي يا والدة الإله النقية الدائمة البتولية،
والكلية الصوبان. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. اعوذ وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب ارحم. بعد ذكرنا كلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين ندع أنفسنا بعضنا بعضا كل حياتنا المسيح الإله لك يا رب لأنه لك تسبح كل قوات السماوات وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين. إن السر الذي قبل الدهور قد عرف اليوم لأن الإله كلمة الله صار بتحننه ابنا لمريم البتول وغفرائيل ينذر ببشائر الفرح فمعه لنادف بأسرنا افرحي يا أم الربي. إن السر الذي قبل الدهور قد عرف اليوم لأن الإله كلمة صار بتحننه ابنا لمريم البتول وغفرائيل ينذر ببشائر الفرح فمعه لنهتف بأسرنا افرحي يا أم الرب. لا يطاس كلنا سمات فلتسبح الرب سبح الرب منا الشمس والقمر سبحيه يا جميع الكواكب والنور سبحيه يا سماء السماوات ويا أيتها المياه التي فوق السماوات لتسبح هذه اسم الرب لأنه هو قال فكانت وأمر فخلقت أقامها إلى الأبد وإلى أبد الأبد ووضع لها أمرا فلن تتجاوزه سبح الرب من الأرض أيتها التنانين ويا جميع اللجج النار والبارد والثلج والثلج والجليد والرياح العاصفة الصارعة كلمته الجبال وجميع التلال الشجر المثمر وسائر الأرز الوحوش وجميع البهائم الدبابة والطيور ذوات الأجنحة ملوك الأرض وجميع الشعوب الرؤساء وجميع قضاة الأرض الأحداث والعذارى الشيوخ مع الشباب فليسبح اسم الرب لأنه قد تعالى اسمه وحده الاعتراف به على الأرض والسماء يرفع قرن شعبه
المجد لجميع أبرار لبني إسرائيل الشعب المقرب إليهم. سبحوا للرب سبحا جديدا تسبيحته في مجمع الأبرار. ليفرح إسرائيل بخالقه وليبتهج بني صيون بملكهم. ليسبحوا اسمه بالمصافي بالطبل والمزمار ليرتلوا له. لأن الرب يسر بشعبه ويرفع المتواضعين بالخلاص. يفتخر الأبرار بالمجد وعلى مضاجعهم يبتهجون. تعظيم الله في حلوقهم وسيوف ذات حدين في أيديهم. يصنع انتقاما في الأمم وتوبخات في الشعوب. ليقيدوا ملوكهم بالأغلال وشرفاهم بقيود من حديد. يصنع بهم حكما مكتوبا هذا المجد يكون لجميع أبراره. سبحوا الله في قديسيه سبحوه في فلك قوته. سبحوه على مقدرته سبحوه بحسب كثرة عظمته. إن السر الخفي غير المعروف من الملائكة قد تؤمن عليه جبرائيل رئيس الملائكة ووردا نحوك الآن أيتها العديمة الدنس وحدك والحمامة الجميلة واستعادة جنسنا وهتف إليك قائلا افرحي ذات كل قدس واستعدي لأن بواسطات كلامي تقتبلين في أحشائك كلمة الله. سبحوا بلحن البوق سبحوا بالمزمار والقيثارة إن السر الخفي الغير المعروف من الملائكة قد اؤتمن عليه غفرائيل رئيس الملائكة وورد نحوك الآن أيتها العديمة الدنس والحمامة الجميلة واستعادة جنسنا وهتف إليك قائلا افرحي ذات كل قدس واستعدي لأن بواسطة كلامي تتقبلين في أحشائك كلمة الله. سبحوه بالطبل والمصاف سبحوه بالأوتار وآلات الطرب. أيها السيد قد أعد لك بلاط منير ووحش فتاة الله الطاهرة فهلم وانحدر إليه لتترأف على جبلاتك المحاربة من الحسد والمضبوطة في عبودية المارد والفاقدة الجمال الأول المنتظرة تنازلك الخلاص. سبحوا بنغمات الصنوج سبحوا بصنوج التاي كل ناس ما فلتسبح الرب إن غفرائيل رئيس الملائكة قد وافى نحوك بضاح يا بريتان من كل عيب وهتف إليك قائلا افرح يا محللة اللعنة ونهوض الساقطين افرحي يا من حصلت وحدها مصطفى لدى الله. افرحي يا غمامة متنفسة للشمس اقبل التغيير الموسوع مريدا أن يسكن في أحشائك. المجد للأب تفوه نحوها بأقوال البشارة فإذا اختار
بلت السلام بإيمان حملت بك أيها الإله الذي قبل دهور. فلذلك نحن نصرخ إليك جدينا أيها الإله الذي تجسد منها بغير استحالة، امنح السلامة للعالم ولنفوسنا رحمة العظمى. المجد لك يا مظهر النور، المجد لله في العلا، وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. نسبحك نباركك، نسجد لك نمجدك، نشكرك من أجل عظيم جلال مجدك. أيها الرب الملك السماوي الإله الأب الضابط الكل، أيها الرب الابن الوحيد يسوع المسيح، ويا أيها الروح القدس. أيها رب الإله يا حمل الله يا ابن الأب، يا رافع خطيئات العالم ارحمنا، يا رافع خطايا العالم تقبل تضرعنا. أيها الجالس عن يمين الأب وارحمنا، لأنك أنت وحدك قدوس، أنت وحدك الرب يسوع المسيح في مجد الله الأب. آمين. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الأبد وإلى أبد الأبد. يا رب أن نحفظ في هذا اليوم بغير خطيئة. مبارك أنت يا رب إلى بينا، ومسبح وممجد اسمك إلى الأبد. آمين. تكن يا رب رحمتك علينا كمثل اتكالنا عليك. لمبارك أنت يا رب علمني حقوقك، مبارك أنت يا رب علمني حقوقك، مبارك أنت يا رب علمني حقوقك. يا رب ملجأ كنت لنا في جيل وجيل، أنا قلت يا رب ارحمني واشفي نفسي لأنني قد أخطأت إليك. يا ربي إليك لجأت فعلمني أن أعمل رضاك، لأنك أنت وإلهي، لأن من قبلك عين الحياة وبنورك نعاين النور. فابسط رحمتك على الذين يعرفونك، قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا.
قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دار الداهرين آمين قدوس الذي لا يموت ارحمنا قدوس نفوسنا إلى الرب نطلب يا رب ارحم من أجل سلام كل العالم وحسن ثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب يا من أجل هذا الدير المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب يا رب ارحم من أجل المسيحيين الحسنين العبادة الأرثوذكسيين إلى الرب نطلب يا ليسون من أجل أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس ورئيس كهنتنا خريستوفوروس والكهنة المكرمين والشمامسة الخدام في المسيح وجميع الإكليروس والشعب إلى الرب نطلب يا رب ارحم من أجل ملوكنا الحسني العبادة المحفوظين من الله وكل بلاطهم وجنودهم
ومؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. كيريا لايسون. من أجل هذا الدير المقدس وهذه المدينة وجميع المدن والقرى والأديرة والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. رب رحم. من أجل اعتدال الأهوياء وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلام إلى الرب نطلب. إيريا لايسا. من أجل المسافرين في البحر والبر والجو والمرضى والمتألمين والأسرى والمغتربين وخلاصهم إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. كيريا لايسون. اعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. بعد ذكرنا كلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لندع أنفسنا وبعضنا بعضا كل حياتنا المسيح الإله لك يا رب لأنه ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. صالح الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العليم بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا للإعلان برحمتك في الغداة وبحقك في كل ليلة اسرز بي استستوى تاكوزا ترصاصا نماس لأن رب إلهنا عدل وليس في ظلم بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا المجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أمين رسبرز بي استستوى تاكوس ودرسوس ونماس أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب ارحم بعد ذكرنا كلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا كل حياتنا المسيح الإله لك يا رب لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين نبتهج بالرب ونهلل لله مخلصنا خلصنا يا ابن الله يا من هو عجيب في قدسي لنرد لك هللويا ندرك وجهه بالاعتراف ونهلل له بالمزامير لأن الله رب عظيم وملك كبير على كل الأرض سونسون ماسيا ثاو ونعيش ثاف مستوس سالون داسيا للويا لأن بيده أقاصي الأرض وله رؤوس الجبال
لأن البحر له وهو الذي صنعه ويداه جبلتان يابسا. خلصنا يا ابن الله يا من هو عجيب في قدسي لنرتل لك هللويا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين آمين. يا كلمة الله لابن الوحيد الذي لم يزل غير مائد لقد قابلت أن تتجسد من أجل خلاصنا من القديسة والدة الإله الدائمة البتولية مريم وتأنست بغير استحالة وصلبت أيها المسيح إلى هنا وبموتك وطئت الموت وأنت لم تزل أحد الثالوث القدوس الممجد مع الآب والروح القدس خلصنا. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. يا لايسون اعبد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب رحم. بعد ذكرنا كلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله دائمة البتولية مريم يا قدسها والدة الإله خلصينا أنفسنا وبعضنا بعضا كل حياتنا المسيح الإله لك يا رب لأنك إله صالح محب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين. أيها السيد رب إلهنا يا غير المتجسد لما أخذ في معرفته لأنه وأمر به سريا حضر مسرعا نحو بيت يوسف قائلا للتي لم تعرف زواجا إن الذي بانحداره تطأ السماوات يوسع بجملتي فيك خلوا من استحالا الذي ذو شاهده في حشاك آخذا صورة عبد أنذهل صارخا نحوك افرحي يا عروسة لا عروس لها صوفي عرثي ألوم نسجد ونركع للمسيح مالكنا وإلهنا خلصنا يا ابن الله يا من هو عجيب في قدسي لنرتل لك هللويا خلصنا يا ابن الله يا من هو عجيب في قدسي نحن المرتلين لك هللويا يا من أخرج كل غير المتجسد لما أخذ في معرفته ما أمر به سريا حضر مسرعا نحو بيت يوسف
أنت أيها السيد قبل للتي لم تعرف زواجها كل إن الذي بالحذار قطع السماوات يوسع بجملة في قلوا من استحالة الذي إذ أشاهده في حشاك آخذا صورة عبد أنذهل صارخا نحوك افرحي يا عروسة لا عروس لها إن أيقونتك المقدسة أيتها العذراء الطاهرة الوسيطة لخلاصنا هي كنز في كنيسة القديسين إكتاريوس رئيسك هنة المسيح وملجأ أمينا تنعم بالمواهب على كل المؤمنين في كل يوم لهذا نسبحك بغير انقطاع يا عروس الله هلموا أيها المؤمنون نكرم نكتاريوس المولود في سلافريا وراية أينا من ظهر في الأزمنة الأخيرة ومحب الفضيلة الأصيل بما أنه خادم المسيح الإلهي إذ ينبع الأشفياء في كل الأحوال للصارخين إليه بإيمان المجد للمسيح الذي مجدك المجد لمن جعلك عجائبيا المجد للصانع بك الأشفياء للجميع دعايا إني أنا مدينتك يا والدة أنت يا إلهنا وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين أمين أيها الصافيون
تصبغ نورك علينا ان شاء الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت رحمنا كل آوان وإلى دار الداهرين آمين قدوس الذي لا يموت رحمنا قوة نفسي يا الرب لأنه نظر إلى تواضع أمته حكمة فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى العبراني لنصب يا إخوة إن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بالأيدي رموزا للحقيقة بل دخل إلى السماء بعينها ليتراءى الآن أمام وجه الله من أجلنا ولا ليقرب نفسه مرات كثيرة كما يدخل رئيس الكهنة إلى الأقداس كل سنة بدم غيره لأنه إذ ذاك كان لابد أن يتألم مرارا كثيرا منذ إنشاء العالم لكنه الآن برز مرة واحدة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطيئة بذبيحة نفسه وكما حتم على الناس أن يموتوا مرة واحدة وبعد ذلك الدينونة كذلك المسيح قرب مرة ليتحمل خطايا الكثيرين وسيظهر ثانية بلا خطيئة للذين ينتظرونه للخلاص خلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك السلام لك أيها القارئ هللويا هللويا حكمة لنستقم ونستمع قراءة الإنجيل المقدس السلام لجميعكم ولروحك فصل شريف من بشارة القديس مرقس الإنجيلي البشير المجد لك يا رب المجد لك لنصغي في ذلك الزمان خرج يسوع وتلاميذه إلى قرى قيصرية فيلبس وفي الطريق سأل تلاميذه قائلا لهم من تقول الناس أني هو فأجابوه قائلين
يقولون أنك يوحنا المعمدان، وآخرون أنك إيليا، وآخرون أنك أحد الأنبياء. فقال هو لهم: وأنتم من تقولون أني هو؟ أجاب بطرس قائلا: أنت المسيح. فانتهرهم أن لا يقولوا لأحد عنه، وبدأ يعلمهم أنه ينبغي لابن البشر أن يتألم كثيرا ويرذل من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل ويقوم بعد 3 أيام. المجد لك يا رب، المجد لك. إلى دهر الداهرين، آمين. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك حكمة. إننا نشكو لك كثيرا ونضرع إليك أيها الصالح المحب البشر، طالبين أن تنظر إلى طلباتنا وتطهر نفوسنا وأجسادنا من كل الأدناس الجسدية والروحية، وأن تمنحنا أن نمثل أمام مذبحك المقدس غير ملومين ولا مدينين. هب اللهم أيضا الذين يصلون معنا النجاح في المعيشة وفي الإيمان وفي الفهم الروحي، وامنحهم أن يعبدوك كل حين بخشية ومحبة غير ملومين، وأن يشتركوا في أسرارك المقدسة غير مدينين فيستحقوا ملكوتك السماوي. حتى إذا كنا محفوظين بعزتك كل حين نرفع لك المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. خدمة الكهنوتية لهذه الذبيحة الغير دموية، بما أنك سيد الكل، لأنك أنت وحدك تسود ما في السماوات وما في الأرض، رب السرابيل وملك إسرائيل المستوي على العرش الشرقي، يا من هو وحده القدوس المستريح في القديسين، فإليك أبتهل أيها الصالح السميع الحسن وحده أن تنظر إلي أنا عبدك الخاطئ البطال، وتطهر نفسي وقلبي من الضمير الشرير، وأن تجعلني كفؤا بقوة روحك القدوس، وأنا لابس نعمة الكهنوت لنتمثل لدى مائدتك هذه المقدسة وجسدك المقدس الطاهر ودمك الكريم. إليك أتقدم حاليا عرقي وإليك أطلب، فلا تصرف وجهك عني ولا تذرني من بين عبيدك، لكن أهمني أن أقدم لك هذه الفرضية على يدي أنا عبدك الخاطئ غير المستحق، يا بني أنت المقرب والمقرب والقابل والموزع أيها المسيح إلهنا، وإليك نرفع المجد مع أبيك الذي لا نبيه Oh.
المسيحيين الحسني العبادة الأرثوذكسيين ليذكرهم الرب الإله في ملكوته كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. تحتفوا حول واجعلنا أكفاء لأن نقدم لك قرابين وذبائح روحية من أجل خطايانا وجهلات الشعب، وأهلنا أن نجد نعمة أمامك لتكون ذبيحتنا حسنة القبول لديك، ويحل روح نعمتك الصالح علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة وعلى كل شعبك. لنكمل طلباتنا للرب من أجل هذه القرابين المكرمة الموضوعة إلى الرب نطلب يا رب ارحم
من أجل هذا الدير المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف لا إلى رب نطلب من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب عضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة الرب نسأل استجب يا رب ملاك سلام مرشدا أمينا حافظا نفوسنا وأجسادنا الرب نسأل غفران خطايانا والصفح عن ذنوبنا الرب نسأل استجب يا رب الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم الرب نسأل نسكك إياه أن نقضي غابر زمان حياتنا بسلام وتوبة الرب نسأل استجب يا رب أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل بعد ذكرنا كلية القداسة الطاهرة فائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة إلى دائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا كل حياتنا المسيح الإله لك يا رب برافة ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدس الصالح المحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. السلام لجميعكم ولروحك لنحبن بعضنا بعضا حتى بعزم واحد نعترف مقرين لأب وابن وروح قدس ثالوث متساو في الجوهر وغير منفصل الأبواب الأبواب بحكمة لنصغي أؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث علم في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له ممجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وأترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي آمين لنقف حسنا لنقف بخوف لنقدم بسلام القربان المقدس رحمة سلام ذبيحة التسبيح نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس
لتكون مع جميعكم ومع روحك، لنجعل قلوبنا لفوق يا لنا عند الرب، لنشكر أن الرب لواجب وحق، حق وواجب أن نسبحك ونباركك ونحمدك ونشكرك ونجد لك في كل مكان سيادتك، لأنك أنت الإله الذي لا يوصف ولا تحده العقول ولا يرى ولا يدرك، الدائم الوجود والكائن هو هو بلا تغيير، أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، وقد أبرزتنا من العدم إلى الوجود، ولما سقطنا عدت فأقمتنا، ولم تنفك تعمل كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء ووهبتنا ملكوتك الآتي، فمن أجل كل ذلك نشكرك أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس على كل ما وصل إلينا من الإحسانات، مما نعلمه ومما نجهله، ظاهرا كان أم خفيا، ونشكرك أيضا على هذه الخدمة التي ارتضيت أن تتقبلها من أيدينا، مع أن ألوفا من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك، الشيروبيم والسيرافيم ذوي الستة الأجنحة والعيون الكثيرة يحلقون بأجنحتهم في العلا متطايرين، وبتسبيح الظفار مترنمين وهاتفين وصارخين وقائلين: قدوس 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 الرب صباوت، ملآنة للسماء والأرض من مجدك، هوسانا في الأعالي، مبارك الذي باسم الرب هوسانا في الأعالي. إننا نهتف نحن أيضا مع هذه القوات المغبوطة أيها السيد المحب البشر، ونقول: قدوس أنت وكلي القداسة، أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، قدوس أنت وكلي القداسة ومجدك عظيم الجلال، يا من أحببت عالمك بهذا المقدار حتى أنك بذلت ابنك الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، يا من أتى وأتم كل التدبير الذي من أجلنا، ثم في الليلة التي أسلم بل بالأحرى أسلم نفسه فيها من أجل حياة العالم، أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين البريئتين من العيب، وشكر وبارك وقدس وكسر، وأعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلا: خذوا كلوا، هذا هو جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا. وكذلك الكأس من بعد العشاء قائلا: اشربوا منه كلكم، هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يهراق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. ونحن لتذكرنا هذه الوصية الخلاصية وكل ما جرى من أجلنا، الصلب والقبر والقيامة في اليوم الثالث والصعود إلى السماوات والجلوس من عن الميامن والمجيء الثاني المجيد أيضا، التي لك مما لك نقدمها لك عن كل شيء ومن جهتي كل شيء، إياك نسبح إياك نبارك إياك نشكر يا رب، وإليك نطلب يا إلهنا، إننا نقدم أيضا لك هذه العبادة الناطقة غير الدموية، ونرغب إليك ونطلب ونتضرع، فارسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة، يا الله اغفر لي أنا عبدك الخاطئ وارحمني، يا الله اغفر لي أنا عبدك الخاطئ وارحمني، يا الله اغفر لي أنا عبدك الخاطئ وارحمني. واجعل أما هذا الخبز فجسد مسيحك المكرم. أمين.
وأما ما في هذه الكأس فدم مسيحك المكرم أمين محولا إياهما بروحك القدوس أمين 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 حتى يكونا للمتناولين لانتباه النفس ومغفرة الخطايا وشركة روحك القدوس وملء ملكوت السماوات وللدالة لديك لا للدينونة ولا للقضاء علينا ثم نقرب لك هذه العبادة الناطقة من أجل الذين توفوا من هذه الحياة أيضا من الإيمان والأجداد والآباء والرسائل الأباء والأبياء والرسول والكرزة والشهداء والمعترفين والرسال وكل روح صديقة في الحياة العذراء التي قبلت من الملاك السلام وولد خالقها خلص الذين يعظمونك خلص الذين يعظمونك وخاصة من أجل الطاهرة الكلية القداسة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم بواجب ثيوفيلوس ورئيس كهنتنا خريستوفروس هبهما لكنائسك المقدسة بسلام صحيحين معافين مكرمين مديدي الأيام مفصلين كلمة حقك باستقامة والخاطرين على فكر كل واحد من الحاضرين جميعهم وجميعهن جميعهم وجميعهن وأعطنا أن نمجد بفم واحد وقلب واحد ونسبح اسمك الكلي الإكرام العظيم الجلال أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين ولتكن مراحم الإله العظيم مخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم وروحك أعطاك المسيح رب الهبات أن تصنع حتى بعد موتك المعجزات فمن بقاياك نستمد نعمك شريفا في الحياة مجيدا في الممات
احفظ يا أبانا نكتاريوس ديرك الشريف المستظل بنعمتك، إياك يعلي وإليك يصلي، فديرك ظلله بنور نصرتك. بعد ذكرنا جميع القديسين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب من أجل هذه القرابين المكرمة التي قدمت وقدست إلى الرب نطلب يا رب ارحم، من أجل أن إلهنا المحب البشر الذي تقبلها على مذبحه السماوي العقلي المقدس لرائحة طيب روحاني زكي يرسل لنا عوضها النعمة الإلهية وموهبة الروح القدس نطلب من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب يا رب اعوض وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة الرب نسأل يجب يا رب ملاك سلام مرشدا أمينا حافظا نفوسنا وأجسادنا الرب نسأل غفران خطايانا والصفح عن ذنوبنا الرب نسأل يا رب الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم الرب نسأل أن نقضي غابر زمان حياتنا بسلام وتوبة الرب نسأل أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل أجب يا رب بعد سؤالنا الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا كل حياتنا المسيح الإله لك يا رب أيها السيد المحب البشر لك نودع كل حياتنا ورجاءنا وإليك نبتهل متضرعين ونطلب سائلين أن تجعلنا أهلا لتناول أسرارك السماوية الرهيبة أسرار هذه المائدة الروحانية الشريفة بضمائر نقية لمغفرة الخطايا وللصفح عن الذنوب ولشركة الروح القدس وميراث ملكوت السماوات وللدالة لديك لا لدينونا ولا للقضاء علينا واهلنا أيها السيد أن نشتر بدالة على أن ندعوك أبا غير مدينين أيها الإله السماوي ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين السلام لجميعكم ولروحك لنحني رؤوسنا للرب نشكرك أيها الملك الذي لا تدركه الأبصار يا من بقدرته التي لا تحد خلق كل البرايا وبكثرة رحمته أبرز كل الأشياء من العدم إلى الوجود أنت أيها السيد اطلع من السماء وانظر للذين أحنوا لك رؤوسهم لأنهم لم يحنوها للحم ودم بل لك أيها الإله الرهيب فأنت إذن أيها السيد مهد كل ما يستقبلنا حدوثه من الأمور حتى يكون لخير لنا على حاجة كل واحد منا رافق المسافرين واشف المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا بنعمته ورافة ابنك الوحيد ومحبته للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكل قدس الصالح المحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا اصغي من مسكنك المقدس ومن عرش مجد ملكك وهلم لتقديسنا أيها الجالس مع الآب في العلاء والحاضر معنا ها هنا غير المنظور
وأهلنا لتناول جسدك الطاهر ودمك الكريم بيدك العزيزة ومناولته بنا لكل الشعب. يا الله اغفر لي أنا عبدك الخاطئ وارحمني. يا الله اغفر لي أنا عبدك الخاطئ وارحمني. يا الله اغفر لي أنا عبدك الخاطئ وارحمني. لنصغي القدسات للقديسين قدوس واحد رب واحد يسوع المسيح يفصل لمجد الله الآب ولا ينفذ أبدا ويقدس المشتركين فيه. أيها الرب يسوع المسيح حكمة الله وسلامه وقوته، يا من أنت وحدك نقيا وعادم الفناء، يا من لأجل حنو محبتك للبشر التي لا توصف أخذت جبلتنا بكمالها من دماء البتول النقية التي ولدتك ولادة تفوق الطبيعة بحلول الروح الإلهي ومسرة الآب الأزلي، يا من بحسب البشرة التي أخذتها ارتضيت الألام المحية الخلاصية الصليب الصليب والمسامير والحربة والموت، أمت أهواء جسد مفسدة للنفس، يا من بدفنك سبيت مملكة الجحيم، ادفن بالأفكار الصالحة مشورات الرديئة وشتت عني أرواح الخباثة، يا من بقيامتك المحية ذات الثلاثة الأيام أقمت الجد الأول الذي سقط، أقمني أنا الزالق بالخطيئة واضع عني وجوه التوبة، يا من بصعودك المجيد ألهت البشرة التي أخذتها وشرفتها بالجلوس من عن يمين الآب، أهني بتناول أسرارك المقدسة لنوايا حظ المخلصين الأيمن، يا من بحضور الروح المعزي صنعت تلاميذك الأطهار آنية كريمة، أوضحني إناء لوروده، يا من أنت مزمع أن تأتي أيضا لتدين المسكونة بالإنصاف، ارتضي يا صانع وجابلي بأني وأنا أيضا أستقبلك في السحب مع كل قديسيك لكي بغير فتور أمجدك وأسبحك مع أبيك الذي لا ابتداء له وروحك الكل قدس الصالح والمحي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أمين. أيها المسيح تغاضى واترك واصفح لي عن ذنوبي كلها التي أخطأتها إليك إن كان بالقول أو بالفعل أو بالفكر طوعيا أو كرهيا بمعرفة أو بغير معرفة، فاعفو واغفر واصفح لي عنها كلها ما أنك الصالح والمحب البشر، وبشفاعة والدتك الكلية الطهارة وخدامك العقليين والقوات المقدسة وجميع القديسين الذين أرضوك منذ الدهر، ارتضي أن أقبل جسدك المقدس الطاهر ودمك الكريم بغير دينونة لشفاء النفس والجسد ولمحو أفكار الشريرة، لأن لك الملك والقوة والمجد مع أبيك وروحك القدوس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين أمين. لقد وقفت لدى أبواب أمام أبواب هيكلك ومن الأفكار الرديئة لم أنفصل، لكن أنت أيها المسيح الإله يا من برر العشار ورحم الكنانية وفتح للص أبواب الفردوس، افتح لي حنو محبتك للبشر واقبلني متقدما إليك ولامسا إياك كمثل الزانية والنازفة الدم، لأن أما هذه فبلمس يهود بثوبك نالت الشفاء بأيسر مرام، وأما تلك فبمساكها قدميك الطاهرتين نالت حل خطاياها، وأما أنا الذي يرسلي فبتجاسري على أن أقبل جسدك بجملتي لا أحترق، بل اقبلني مثل هاتين وأنر حواس نفسي وألهب جراثيم خطيئتي بشفاعات التي ولدتك بغير زرع والقوات السماوية، لأنك مبارك إلى أبد الدهور آمين. إني أؤمن يا رب وأعترف بأنك أنت في الحقيقة المسيح ابن الله الحي، وأنك أتيت إلى العالم لتخلص الخطأ الذين أنا أولهم، وأؤمن أيضا أن هذا هو جسدك الطاهر نفسه وهذا هو دمك الكريم بعينه، فأطلب إليك أن ترحمني وتغفر لي زلات الطوعية والكرهية التي بالقول والتي بالفعل، التي عن معرفة والتي عن جهل، وأهلني أن أشترك في أسرارك الطاهرة بلا دينونة لغفران الخطايا وللحياة الأبدية أمين. ها أنا ذا أسعى ماضيا إلى الشركة الإلهية، فلا تحرقني بالمساهمة يا جابلي، فأنك نار تحرق غير المستحقين، بل طهرني من كل وصمة. اقبلني اليوم شريكا في عشائك السري ابن الله، يعني لست أبوح بسرك لأعدائك
ولا أعطيك قبلة غاشة مثل يهوذا، لكن كاللص أعترف لك هاتفا: اذكرني يا رب، اذكرني يا سيد، اذكرني يا قدوس، متى أتيت في ملكوتك؟ ارتعد أيها الإنسان عند نظرك الدم المؤله، لأنه جمر يحرق غير المستحقين. إن جسد الإله يؤلهني ويغذيني، يؤله الروح ويغذي العقل على منوال غريب. لقد أشغفتني بشوقك أيها المسيح، وحولتني بعشقك الإلهي، فاحرق خطاياي بالنار غير الهيولية، وأهلني أن أمتلئ تنعما بك لكي وأنا متهلل أعظم حضوريك أيها الصالح. في بهاء قديسيك كيف أدخل أنا غير المستحق؟ فأني إن تجرأت على الدخول معهم إلى الخدر، يبكتني لباس الذي ليس هو لباس العرس، وأطرد من الملائكة مغلولا. فطهر يا رب دنس نفسي وخلصني، بما أنك محب للبشر. أيها السيد المحب البشر الرب يسوع المسيح إلهي، لا تصر لي هذه القرابين لدينونة بسبب عدم استحقاقه، بل لتطهير النفس والجسد ولتقديسهما ولعربون الحياة الآتية والملكوت المستقبل. أما أنا فصالح لي الالتصاق بالله، وأن أجعل رجاء خلاصي على الرب. اقبلني اليوم شريكا في عشائك السرية ابن الله، لأني لست أبوح بسرك لأعدائك، ولا أعطيك قبلة غاشة مثل يهوذا، لكن كاللص أعترف لك هاتفا: اذكرني يا رب، اذكرني يا سيد، اذكرني يا قدوس، متى أتيت في ملكوتك؟ بس الخلاص أقبل باسم الرب يدعو هللويا. إن غير المتجسد لما أخذ في معرفتي وباسم الرب.
بخوف الله وإيمان ومحبة تقدموا. أمين أمين أمين. الله الرب ظهر لنا مبارك لاتي باسم الله. بل اليوم شريكا في عشائك السري ابن الله، لأني لست أبوح بسرك لعدائك رعطيك قد غشك لأوذى، لكن كان لست أعترف لك هاتفا. اذكرني يا رب متى أتيت في ملكوتك. كل حين كل وان ولا دهر الداهرين. امين. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك. نظرنا النور الحقيقي واخذنا الروح السماوي ووجدنا الايمان الحق، فلنزد للثالوث غير المقاسم لانه خلصنا. نظرنا النور الحقيقي واخذنا الروح السماوي ووجدنا الايمان الحق، فلنزد للثالوث كل حين الان وكل اوان والى دهر الداهرين. امين. ليمترف منا من تسبيحتك يا رب، لكي نسبح مجدك لانك اهلتنا للاشتراك باسرارك المقدسه. احفظنا في قداستك لهجين طول النهار ببرك. هللويا هللويا هللويا. إذ قد تناولنا أسرار المسيح الإلهية المقدسة الطاهرة غير المائتة السماوية المجيدة المحية الرهيبة، فلنستقم ونشكر الرب حق الشكر. نشكر الرب دائما. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. بعد سؤالنا أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة، لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا كل حياتنا المسيح الإله. يا رب. نشكرك أيها السيد المحب البشر المحسن لنفوسنا، لأنك أهلتنا في هذا اليوم أيضا لأسرارك السماوية غير المائتة، فاجعل طرقنا قويمة، ثبتنا جميعا في خوفك، واحفظ حياتنا وأيد خطانا بصلوات وتضرعات المجيدة والدة الإله الدائمة البتولية مريم وجميع قديسيك، لأنك أنت هو تقديسنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. أمين. لنخرج بسلام إلى الرب نطلب. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون باتر أيجي أبلويسون. يا رب يا رب، يا من يبارك الذين يباركونه ويقدس الذين يتوكلون عليه، خلص شعبك وبارك ميراثك، احفظ كمال كنيستك، قدس الذين يحبون جمال بيتك، أنت شرفهم عوضا عن ذلك بقدرتك الإلهية، ولا تهملنا نحن المتوكلين عليك. هب السلام لعالمك، لكنائسك، للكهنة ولملوكنا ولجنودهم ولكل شعبك، لأن كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي من العلا منحدرة من لدنك يا أبا الأنوار، وإليك نرفع المجد والشكر والسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. إذ كنت كمال الناموس والأنبياء أيها المسيح إلهنا، يا من أتم التدبير الأبوي، املأ قلوبنا فرحا وسرورا أرح نفوس عبيدك سارف قادهم مع أرواح الصديقين الراقدين وهل الحياة المغبوطة التي عندك يا محب البشر. أرح يا رب نفوس عبيدك في راحتك حيث جميع قديسيك مستريحون، فإنك أنت وحدك المنزه عن الموت. المجد للآب والابن والروح القدس. أنت إلهنا الذي انحدر إلى الجحيم وحل أوجاع المثوقين فيه، فأنت يا مخلص أرح نفوس عبيدك السالف رقادهم.
كل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. يا تو الأضرع الطاهرة النقية وحدها، يا من ولدت الإله بغير زرع، تشفع إليه في خلاص نفوس عبيدك الصادق رقاده.